إذن معاناة السوريين في الداخل السوري مستمرة. بدنا نتعود أول كل تسجيل من التسجيلات اللي عم نتابع فيها الأحداث بسوريا أنه نعطي شو التطورات على الملفات والأمور اللي عم نحكي فيها، يعني ما نحكي بقضية وننساها، لأن كل شيء عم نحكي فيه مهم ولازم نعرف شو التطورات اللي عم بتصير عليه. فإذا الواقع المعيشي لساته سيء والمعاناة في ازدياد. امبارح أيضا في الشباب بالرصد شايفين محادثة على صفحة رئيس غرف اتحاد الصناعة السورية فارس شهابي وبعض المتابعين، بيأكد فيها أنه في 10 معامل حديد وقفت بسبب نقص الكهرباء أو نقص الطاقة. هذا الموضوع طبعا بيصب في موضوع محاربة الصناعة السورية. حكينا امبارح عن موضوع استهداف معامل الأدوية في سوريا، ويعني وكأنه في نية للقضاء على هذه الصناعة و الاستعاضة عنا بالاستيراد. أيضا الغاز المصري صرنا حاكين عنه أيضا بتسجيلين متتابعين. امبارح كنا عم نحكي أنه حتى وزير النفط قال أنه نحن ناطرين الاتفاق التجاري بين لبنان وبين مصر، بمعنى أنه تأجلت الأمور. اليوم في مقال أيضا حول الموضوع، تصريحات لوزير النفط المصري باللغة الإنجليزية بيقول إنه هن ناطرين تأكيد يعني رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية على إنه فعلا نقل الغاز المصري عبر سوريا ما راح يعرضن للعقوبات، ولسه ما حصلوا على هذا التأكيد. بيعزز الشيء اللي حكينا فيه بالتسجيلات السابقة. أما في اليوم ردنا نحكي على موضوع الرواتب والأجور، في تسريبات من صحيفة الوطن ممكن نستنتج منها قديش رح يكون الحجم على الزيادة. الزيادة متوقعة، حكينا فيها أكثر من مرة. أيضا رح نحكي في منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول أوابك، قررت أنه الاجتماع القادم في سنتين 2024 رح يكون بدمشق، وشو دلالات هذا القرار يلي يعني أثار أيضا استهجان البعض. في ظاهرة أيضا بدنا نحكي عليها اليوم، أنه البرامج اللي على التلفزيون السوري أو القنوات الشبه الرسمية ما عاد استضافت ناس من أصحاب الشأن، ظاهرة أنه عم يطلع فيها ناس يبدو أنه هن من أفرع الأمن، يعني لا أكثر ولا أقل. راح نشوف شو هالظاهرة وشو دلالاتها. فإذا أهلا وسهلا فيكم باستعراض أحداث اليوم الأربعاء 15 كانون الأول عام 2021. يمكن تلاحظوا بأنه هالفقرة من التقرير ما أنا متجانسة مع باقي التقرير، في اختلاف شوي بزاوية التصوير، الشاشة مطفية، لأن وسجلت التقرير ما كان مراسيم زيادة الرواتب والأجور صدرت، كان في مادة تمهيدية بصحيفة الوطن عم بتقول أنه راح تكون زيادة يعني مفيدة وواقعية. فأنا توقعت يعني قد ما كنت متشائم. خلينا نشوف أول شيء شو توقعت بالتسجيل السابق. حكينا نحن موضوع الرواتب والأجور، قلنا راح يكون في زيادة بالرواتب والأجور، يعني واضحة بعد ما رفعوا الدعم عن كل شيء تقريبا. تسريبات اليوم بصحيفة الوطن أنه كيف دي يعني قديش حجم لحتى ما يخلوا العالم تشطح كثير، لو صار في مجلس الشعب من فترة طالب ب 300%. فهني قال والله الحكومة كانت محتارة، هيك المادة بصحيفة الوطن، بين أنه تكون زيادة كبيرة وبالتالي بيصير في تضخم، والتضخم بيأكل يعني هاي الزيادة، وبالتالي المواطن ما بيكون استفاد شيء، أو بدها تكون هي زيادة واقعية ومفيدة يعني سموها، واحتاروا بين الاثنين. وآخر شيء بحسب الصحيفة يعني حرفيا اختارت الحكومة خيار زيادة واقعية ومفيدة، يعني زيادة واقعية مفيدة بتوقع راح يكون الموضوع بين 50 لـ 100% مو أكتر. ما خطر على بالي أبدا أنه تكون زيادة 30% و25% للمتقاعدين بعد كل هال يعني الرفع عن مواد الدعم، رفع الأسعار، ارتفاع الأسعار الهائل اللي صار خلال الأشهر الماضية، تنصل الدولة من دعم المواد للمواطنين وتعجيزهم بالطريقة اللي عم نحكي عليها كل يوم. لسه اليوم استعرضنا يعني بعض الشك يعني بعض الكتابات للناس اللي صارت بالعلن على صفحات التواصل الاجتماعي، فبيقوموا بيرفعوا لهم هالزيادة يلي راح تضر أكتر ما تفيد. يعني الحقيقة هذا النظام أثبت أنه هو ما بيعرف يعطي على الأطلاق، ما عنده أي قدرة على العطاء في مقابل أنه ممكن ياخد كل شيء حتى لقمة عيش الفقير في سوريا. بكل الأحوال ما رح أحكي بالتفصيل عن هذه القرارات ودلالاته وانعكاساته، رح أعمل تسجيل خاص إن شاء الله يوم غد، وهلأ رح نتابع التقرير حول باقي الأحداث اللي حكينا عليها بالمقدمة. الموضوع الثاني اللي بدنا نحكي فيه هو موضوع قرار منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول أوابك، أنه
سوريا تستضيف المؤتمر العربي للطاقة في العام 2024، طبعا هذا من كام يوم، ما حكيت فيه، ما حسيت انه هالخبر مهم كثير، ولكن الجدل والدلالات يلي البعض استنتج من هذا الموضوع انه هذا تطبيع للعرب مع النظام السوري، وانه يعني انفتاح الدول العربية على النظام، خلاني انه لازم اوضح بعض الامور. هلا في نحن بسوريا لازم نميز بين ثلاث امور: رأس النظام السوري والنظام السوري والدولة السورية. هلأ المشكلة حقيقة هي مع رأس النظام السوري، يعني رأس النظام هو اللي لا يمكن تعويمه، لا يمكن إعادة العلاقات معه، هو بشخصه. يعني هذا الموضوع في صعوبة، لأن حتى إعادة يعني العلاقات معه، حكينا قبل هالمرة، لو كان حتى ممكن كان ممكن يخفف حتى من حدة المعاناة الموجودة في سوريا ويأجل الحل بالنسبة لنا كشعب سوري، بيكون يعني هذا أحلاهما مر، يعني بيكون هذا المر يلي ممكن يخلي الأمور ماشية، الناس يعني عايشة. ولكن صار في استحالة، وهذا الموضوع شرحناه أكثر من مرة ما رح أرجع عيده، في أنه إعادة العلاقة مع رأس النظام السوري. ولكن النظام بشكل عام هو ما حدا طارح انه ازالته او استئصاله، حتى في القرارات الدولية وحتى في مطالبات المعارضة بإيجاد الحلول وخاصة تطبيق القرار 2254، هو يقول بانه في النظام السوري هو موجود مثلا باجتماعات اللجنة الدستورية، هو رح يكون في المرحلة الانتقالية. هلا بالطبع وبالتأكيد نتيجة العملية السياسية إذا سارت وفق القرارات الأممية، وأنا أشك أنه هذا المسار كله على بعضه أصلا يتطبق، رح يزول النظام، لأن هذا النظام كتلة واحدة، وأصلا زوال الرأس يعني زوال النظام بشكل أو بآخر إلى حد كبير. فإذا هذا هو الموضوع الثاني، هو النظام. وفي عنا الدولة السورية بمؤسساتها بنقاباتها، لو كانت هياكل، لو كان اليوم سيطر عليها النظام هو يعين رجالاته فيها ويعني يجعل أداة لدعمه والتطبيل والتزمير له، ولكن هي موجودة، وأنا برأيي وجودها ضروري، ويجب علينا كسوريين من كل الاتجاهات ألا نعمل على تقويض المؤسسات السورية. فأي علاقة للمؤسسات كمؤسسات سورية أو نقابات مع المحيط أو يعني الإقليم أو على الصعيد الدولي هو شيء غير مضر فينا كسوريين، ولا يعني هو التطبيع مع رأس النظام أو إعطاء ضوء أخضر لبقاء رأس النظام إلى فترات قادمة. لذلك بدنا نميز بين هالأمور. وأنا برأيي بعض الاجتماعات، إن كانت مثلا نقابية أو كانت مثلا مؤسسات، حتى لو كانت مثلا وزارة الخارجية أو أي وزارة من الوزارات أو هيئات أو وزارة النفط مع مثيلاتها في يعني الدول العربية أو على الصعيد الدولي، ممكن يكون مزعج للبعض، ممكن البعض يقرابي أنه والله هو نوع من التطبيع، ولكن هو لا يعني أي شيء. الشيء الوحيد اللي ممكن أنه حقيقة يكون مفاجأة أو يكون هو عبارة عن مؤشر أنه لإطالة أمد الأزمة السورية بإبقاء رأس النظام في سوريا، هو نشاط يشارك فيه رأس النظام. يعني بكرة حتى إذا صار جامعة العربية ودعوا سوريا إلى اجتماعات الجامعة العربية، وطبعا أنا أستبعد ذلك كليا، شاركت سوريا بوزير الخارجية شيء، وإذا شاركت ببشار الأسد شيء تاني. إذا شاركت بوزير الخارجية يعني نحن بدنا الدولة السورية وما بدنا بشار الأسد، هذا معناته. ولكن إذا شارك بشار الأسد بيكون الموضوع في تفسير آخر نحكيه بوقته. ظاهرة غريبة عم شوفها على التلفزيون السوري، انه ما عاد البرامج اللي كنا نشوفها ونتابعها حول يعني الامور والوضع المعيشي تستقبل ناس من اصحاب الشأن، يعني كامل الوزارات او الناس الواقع عليهم مثلا مشكلة او اصحاب المشكلة، صار عم تستقبل ضيوف عم تسميهم انه شيء والله من المجتمع الاهلي، شيء والله صيدلاني مثل ما شفنا امس يعني بمعالجة موضوع القطاع الدوائي. وهدون الحقيقة متمكنين، يعني أنا أعتقد بأنه الضيوف أصحاب الشأن ما عم يحسنوا يسيطروا عليهم تماما لحتى ما يوجهوا اللوم بالاتجاه اللازم يوجهوا اللوم فيه. لحتى تفهموا علي أكثر، أنه مثلا في موضوع الدواء وعدم توفر الدواء، يعني أنتوا أخي شيلكم من سوريا، أنت إنسان سوري، واحد عم يقول لك أنه بموزمبيق ما في دواء، وأنه الناس داشرة بالشوارع بتقضي يوم يومين ما بتلاقي الدواء، وفي ناس عم بتموت لأن ما في دواء. على مين الحق؟ يعني إذا واحد سألك هذا السؤال الطبيعي أنت شو بده يكون جوابك؟ بتقول له على الحكومة، على الحكومة الموزمبيقية. أما صاحبنا وقت سألوه وألحت عليه المذيعة أو مقدمة البرامج أنه على مين الحق، خلينا نشوف شو جواب. النقص الدوائي الحالي هو عدم تزويدنا نحن كصيادلة من المستودعات الدوائية المرخصة والمعامل المصنعة بكتير من الزمر الدوائية. أنا معلش بتسمحي لي،
طبعا انا عم لوم زملائنا لانه المصنعين هن زملاء صيادله كمان كلياتهم المعامل الدوائيه. انا بوضع لوم ولوم بمحبه على انه هذه الحاله غير مسمح لها انه تستمر. لا، نحن لازم نلتزم بتزويد السوق الدوائي المحلي بحاجة المريض الدوائية من المصنع المحلي. هلأ أنا ما بقول قد يكون هناك مظلوميات، قد يكون هناك شكايات معينة بكلف التصنيع وبسعر الدواء، أوكي بحمل مسؤولية لبين ما توصلوا لحل، بتزودوا السوق لو سمحتوا بالحاجات الدوائية بعدين نوصل لحل. إذن هو بده أنه يعني شركات المصنعة للدواء أنه هي توزع الدواء بخسارة إلى ما شاء الله لحتى تحل، يعني هذا شيء إنساني. طب إنساني بلكي هالناس ما عندهم قدرة أو طاقة يعني هذا الموضوع، ولا الحكومة يلي هي لازم تشتري من الشركات بالسعر يلي بدها يا الشركات، أو يكون ضمن ما تعمل خسارة معه وتحقق لهم هامش من ربح، وهي توزعه على السوق بالسعر المدعوم اللي قادرة الناس تشتري فيها. فإذا هذا أحد النماذج. النموذج الثاني كان في تقرير اليوم ببرنامج أحوال الناس ل نزار الفرة، عم بيحكي عن موضوع التبغ والخسائر في قطاع التبغ. في استياء يعني عام من مزارعين لأن ما وزعوا عليهم مازوت وبالتالي ما حسنوا ينشفوا التبغ تبعهم ونكب الموسم طبعا، وهذا الموضوع كارثي بالنسبة لهم. فمستضيف واحد مسميه من المجتمع الأهلي، كمان هذا شكله زلمة مخابرات يعني خالص، وتسأله نزار الفرة أنه شو الموضوع، خلينا نشوف شلون جاوب يعني شلون رد على استياء المزارعين من هذا الموضوع. المحروقات اليوم غير متوفرة، والمحروقات اليوم الدولة تعمل بالحد الأدنى. يعني نحن كنا عم نسوق هذا الكلام دائما إنه يا جماعة الناس، يا جماعة الخير، الدولة اليوم هذا هو الحد الأدنى من المعقول. أنا أكثر من هيك ما عندي. الحد الأقصى عند الدولة. يعني أنا اليوم إذا عطيت ربطة خبز أفضل ما أقول ما في. وإذا عطيت أنا خلال أسبوع تنكة بنزين للمواطن أفضل ما أقول له ما في، وإذا عطيته 50 لتر مازوت خلال شهر أفضل ما أقول له ما في طبعا. لكن أنا سمعت شرح من السيد المحافظ أنه هو قدم أنه أخي هذا الموجود عملوا عليهم، يعني ليش هدول الناس حتى يعني هذا الرد يعني خلى حتى نزار الفرة المعروف انه هو يعني من ضمن يعني الاعلاميين المواليين انه ما يتحمل هالجواب ويقول له خلينا نشوف شو قال له. هو كان من فتره ضيفنا السيد محافظ حماه، وهذا الكلام بيعرفه كل مواطن اليوم، كل مواطن بيعرف هذا الكلام. ونحن بنعرف انه هذه مبررات الدوله. بس المواطن اليوم كل هذا الكلام ما نعجبه. وكل هذا الكلام ما نرضيان عنه. ايه؟ نعم. فاذا جاي حضرتك اليوم بدك تحكي بلسان شو بيقولوا بالاجتماعات الرسمية والحزبية أو الاجتماعات النظامية تبع الجمعيات الفلاحية مشان نعرف بدك تحكي بلسان المواطن ولا بلسان لسان يعني كلام الحكومة نعرفه كاملا كامل حافظين. هلا بالنهاية بشكركم، اليوم أجاني من اليوتيوب نتيجة أعمال السنة الماضية، يعني كانت نتائج مقبولة للغاية لقناة بتقدم محتوى سياسي ثقافي. بتمنى السنة الجاية تكون نتائج أفضل، راح أبذل كل جهدي وراح أعمل تحسينات على القناة راح تلحظوها تباعا. بتشكركم، ما ممكن كنا نوصل لهالنتائج لولاكم، لولا متابعتكم، لولا يعني المتابعين بتشكرهم. بعرف كتير من المتابعين أنا ما بيحسنوا يشتركوا بالقناة لأن بيشكل عليهم خطر بكل الأطراف على فكرة. بتشكر المشتركين وبتشكر الأعضاء المنتسبين لعضوية القناة، وإن شاء الله العام القادم يعني رح يكون في شغل أفضل، ورح يكون في طريقة بالتعاطي مع الأحداث إن كانت بسوريا أو بالإقليم أو بالعالم بطريقة مختلفة رح تنال إعجابكم. شكرا لمتابعتكم، شكرا لدعمكم، وإلى اللقاء.